كابتن النادي الاهلي وشال كؤوس كتير مع النادي الاهلي في القيم والاخلاق طبعا من خلال تواجده في النادي الاهلي. كابتن شادي محمد تحياتي ليك كابتن. السلام عليكم، مرحبا بيك كابتن. اخبارك يا كابتن محمد واستاذ شريف؟ كل سنه وحضرتك حبيبي يا كابتن شادي. حبيبي يا كابتن شادي. طيب حبيبي. رمضان كريم يا كابتن شادي. الله اكرم فريق. حبيبي والله عسل انت. طيب يعني بنتكلم على موضوع امام عاشور، ما اعرفش طبيعته كابتن شادي، يعني الامور بالنسبه ما بعد اللقاء والفيديو المتداول بالنسبه لامام عاشور وزمايله، والنهارده النادي الاهلي بيقدم شكوى للاتحاد المصري لكره القدم وايضا للجنه الانضباط في اتحاد الكوره. رايك في الموضوع كابتن شادي، وخصوصا ان الماتش كان موجود في النادي الاهلي، يعني داخل النادي الاهلي. اتفضل كابتن. بالظبط، وطبعا موقف صعب جدا للاعب. اولا انتوا بتتكلموا اللي هو اساسا المدير الفني بتاعه بيعاقبه منزله الناشئين. اللاعب في وقته وهو بيلعب بياخد طرد كبير جدا، وباين جدا الـ الـ السلوك بتاعه. كرة القدم وانت بتلعب مرتبطة بالاخلاقيات، مش الكرة لوحدها هي كل حاجة. زي ما بنتكلم على نجوم حببوا جماهير في ناديهم زي كابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق جعفر وغيرهم اسماء كبيره جدا، كابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه، كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، هتعد اسامي كتير جدا ليها مننا كاهلاويه ومن جماهير الاهلي كل الاحترام والتقدير. لما يبقى لسه بيكتب اسمه مكتوب بالقلم الرصاص زي ما بيقول، ما صنعش اي تاريخ ولسه بيبتدي مشروع لاعب واعد. مهم جدا الاخلاقيات قبل الكوره لو انت عايز تنجح او عايز توصل او عايز امور كتير جدا في حياتك. مهم جدا ان انت من ثقافتك عشان تحقق بطولات ان انت تحترم المنافس وتحترم الرموز. انت تعلم وانا هنا بكلمه بمنتهى القوة وكفاية دلع، انت تعرف مين حسن حمدي اللي بتتكلم عليه اسمه الكابتن حسن حمدي؟ او تعرف مين صالح سليم؟ او تعرف مين التتش؟ يا ابني افهم، في حاجة اسمها رمز كبير ليه كل الاحترام والتقدير سواء في الاهلي او في الزمالك، رموز هنا او رموز هنا يا كابتن شادي. بص انا بتكلم على المشهد اللي انا شفته. تمام. المشهد اللي انا شفته لازم نفهم كلنا بقى لينا اخطاء ماشي وتعديها، بتكتسب خبرات مع الحياة وتعدي، يعني مش دورنا نذبح. لكن المواقف اللي زي دي، لعيب فرقته قبلها بيوم خسرانة بطولة افريقيا وهو المفروض في الفريق الاول ونازل يلعب مع الناشئين وخسران المباراة، انا ماليش دعوة هنا بالكورة خالص مين يكسب مين يفوز، انا بتكلم على مشهد في غرفة اللبس، انت خسران وبتعمل كده وفي الفريق الاول المفروض كلنا اساسا كنا في الاستوديو معاك زعلانين، نادي الزمالك فاق وحصل تقصير اللي هو كان ممكن يوصل عن طريق مباراة تانية خسر فيها نقاط، اتكلمنا كده عشان بنحترم برضو نادي الزمالك وجمهور. لكن اللي انت تقعد تغني مع الناشئين المفروض اللي هم يتعلموا منك وانت لعيب كبير نازل معاهم تلعب تحت تبقى اضافة ليهم وتنزل بالسلوك ده وتتجاوز حق رموز واسماء اعلام في مصر، عالم حسن حمدي عالم من اعلام الادارة في مصر، صالح سليم الله يرحمه قدوة، الكلمة منه بكلمة الحرف منه الحركة منه اقول لك ايه لا تقدر باي ثمن في العالم، واسال استاذ شريف يحكي لك واسال استاذ محمد، انا بتكلم كلام ده الطبيعي اللي يتقال لعب زي ده. الحقيقه زي ما النادي الاهلي حصل موقف قبل كده من كهربا، سمعنا مليون جنيه خصم قبل ما اتحاد الكوره اجتمع في حاجات كتير وغيره 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 وغيره. حقق في امور واضحه. حقق ايه؟ أنا لازم أتحمل مسؤولية التيشيرت الغالي ده اللي هو تيشيرت الزمالك، ولازم أتحمل التيشيرت الغالي اللي هو تيشيرت نادي الأهلي، لازم دي مسؤولية. وكل لعيب بيلعب في الأهلي أو الزمالك مفكر اللي هو حر ويعمل اللي هو عايزه ويروح يقعد في أي مكان وهو لابس التيشيرت، لازم يعلم قيمة التيشيرت هو لابسه. يحصل انضباط اخلاقي، المكان اللي بتقعد فيه لو هو ما ينفعش عشان اسم ناديك ما تقعدش فيه، الصاحب الصديق اللي هو بيوقعك وبيشدك لتحت لازم تبعد عنه، غير امور كتير جدا لازم تفهم اللي وراك ملايين.
عايزين يفرحوا. فلازم اللي انت يبقى عندك انكار الذات طول الوقت. لكن انزل اشوف مشهد سب ولعن ايه ده ايه ده فيه ولسه عيل صغير. صحيح. انا معاك في حته ان طبعا امام لازم الفريق اول يعتبر قدوه للعيبه زمايله، وبالتالي يعني فكره الفرحه كمان مش وقتها، انت خسران وفي نفس الوقت الامور بالنسبه للناديك كانت مختلفه قبلها بيومين، وهي الفكره افرح بس بدون الذكر اي حد من النادي الاخر. ودي كانت يعني طبعا امام عنده مشكله قبل كده كابتن شادي، ودي يمكن واحد من اهم رؤساء الانديه في مصر على مر العصور. حسن حمدي، الكابتن حسن حمدي ده واحد من اهم الناس اللي في الاداره، حققت بطولات وانجازات لا تعد ولا تحصى بالتخطيط وبالعمل وبالمجهود، مش بالكلام الفارغ اللي انتم بتسمعوه ده، مش حقيقه، ده مش حقيقه. صحيح. حسن حمدي ما شفناهوش في التلفزيونات على مدار اكثر من 15 سنه، انا شفته مره ولا مرتين، 15 سنه راجل بيشتغل بس. راجل بيحقق بطولات طول افريقيا بس 4-5. كل التقدير ليهم طبعا، كلهم يعني كل الاسماء اللي اتذكرت الكابتن في الفيديو ده، وانا مش حابب طبعا اقول اسماء، انت قلت كابتن حسن حمدي طبعا، يعني كل التقدير ليهم كلهم، كل القامات سواء في الاهلي او في الزمالك، ودول يعني دايما فوق دماغنا، لان دول اللي علمونا كره القدم وعلمونا الالتزام وعلمونا حاجات كتير. هي اسماء واضحه في الفيديو، يعني انا عايز اعرف رد فعل، انا مش حابب اقول تاني، عايز اعرف يعني رد فعل يعني للفنان هشام سليم والاستاذ خالد سليم بعد ما والدهم اتسب يعني بالطريقه دي. رد فعل الكابتن حسن حمدي بعد ما اتسب من الطريقه دي من شاب، شوبير قال لك انا مش هرد، من شاب في دور احفادهم، يعني في دور احفادهم، يعني رد فعل الناس دي هتبقى ايه لما شاب، مجموعه شباب المفروض انه اغلبهم كمان كان في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، ماشي، يعني اغلبهم كان في منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، يعني رد فعلهم هيبقى طيب. ايه يعني معك تساؤل طبعا شديد. تساؤل وبعدين ده احنا داخلين طيب. استاذنك بس تكمل كابتن شادي، انا بشكر حضرتك طبعا مداخلتك مهمه طبعا كواحد من نجوم النادي الاهلي وقامه من قامات النادي.